يعني اليوم حضرنا الصحون الشوك والسكاكين بعتيه طنجرة ألبير طنجرة ألبير مصر إنه في طنجرة اليوم بالطبخة ولكن اليوم طبختنا ولا أبسط من هيك معودين على أشياء بتغذي شو عم تغلي وكذا وريحة قلي ركب بالمطبخ هلا شو عرفت؟ فرق بالطعمة مع طنجرة وبلا طنجرة إلي كيفك؟ لا لا خلص بس إذا لي خلص دخيلك أنا ما فيني أتقل كثير أنت فيجيتيريان؟ لا مش فيجيتيريان شو قصتك مع الأكل؟ ما باكل لحمة حمراء تونة أحمر بتاكل؟ تفضل بس دوماج سمك وجيوش لحمة حمراء بس ايه بعطيه اثنين لإلي اليوم بنسبتك لا لك وله هي لا أنا بقول شير صون كثير كريم يا سلام لكن اليوم بنسبتك وصفتنا اتس ا كولد ستارتر اكيد هيدي بتنعمل مع طبق ثاني مع طبق رئيسي طبقات الكل يعرف في شوكة وسكينة بس ما بدها اوكي طيب يلا ما بيحصل تنجليون يعني صحتين لمي وحدة هاي بتساع جرب كاسكو فيك تقري ريسيبي بكرة طيبة وخفيفة شايف تجي شوي خلص صحنا كل اللي كنت سيكتلو اليوم خلصوا بربا خفيفة وفرش بنفس الوقت ومانا دسمة لايت عن جد وهينة تنعمل مش هيك كتير هينة وصحية فيها سمك فيها سبانخ أنا برأيي التونة لأنه هي لحمة يعني طعمتها خفيفة شوي أنا كنت حطيت لها بعد وسابي هيك وسابي قلت لك وسابي من هون لكن أنا رح فيلم أنه كل شيء باقي أمي يلا ها ما بيحزو نحن مكفيين بعد البريك بأي فكرة مين عنده شو أنت لازم تعرفي ما حدا حافظ حدا يساعدنا حدا يتلزم اللي عنده أرسلة اليوم صح؟ أرسلة لكن ناطرين اتصالاتكم تشتركوا مع أرسلة على 0444444 رح نعطيكم لمحة عن وصفة بكرة بتمنى لكم a great weekend happy valentines بشوفكم الاثنين